بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ببان يوم الاثنين ومعاكم قناه المواشي اليوم تبع مركز كوم حماده يوم 26/9/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار الجاموس الوالد والعشر واللبن في سوق ببان النهارده. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل يا عم. صباح الفل يا غالي. الله يبارك لك. شارين ولا بتبيعوا؟ بنبيعها يا ابو لبن. الله يبارك لك. تبع مين حضرتك؟ تبع الحاج فؤاد الدين. مين؟ الحاج فؤاد الدين. المعلم فؤاد الدين منين يا معلم؟ صفت العنب. صفت العنب وتجار الجاموس يا جماعه. صليتها دي؟ لبن. لبن. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. فقد ايه لبن يا معلم؟ 2.5 و3 لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الجاموس اللبن النهارده في سوق ببان. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه غيرها تاني؟ الله يبارك لك ويصلح حالك. اللهم صل عليك يا نبي. عامله كام الله وكيل يا معلم؟ الله وكيل 24. 24,100 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندكم جاموس لو حد عايز حاجه؟ موجود عندنا. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم. 010 196 911 53. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معادي. صباحك ابد ان شاء الله. سوق ببان يا جماعه والاداره الجميله في سوق ببان النهارده. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. عليه الصلاه والسلام. الله اكبر. الجاموس الوالد مع المعلم محمد رمضان حمدي. صباح الفل يا معلم محمد. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه الماء. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. خلف ذكر ولا انتهى يا محمد؟ ذكر صلاة النبي عليه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بص كده يا مرة. بص كده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عامله كام ده يا معلم محمد؟ الله. ب31,000 يا جماعه ورا ذكر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخد المال. 6 و6 لبن يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 6 و6 لبن. بسم الله ما شاء الله. الضر والحلبات. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الأربع حلبات يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للمال يا جماعة. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. البيع والشراء شغال يا جماعة. قشطة. لبنها كله قشطة. الله يبارك لك يا حاج رمضان. إن شاء الله قشطة. طول عمرك بتشتغل في القشطة يا عم الحاج. الله أكبر. أنا بقف يا ابني. انا عايز حد يبيع لي. بس على ابنا بقى كفايه. على ابنك كفايه. على ابنك كفايه. وركبنا عليها وصورنا كفايه. لما تبقى رباحك تبقى انت مسؤول عليها. ساعد ما نديك الرباح كان هي مسؤوله معايا. بص. اللهم صل على النبي. المعلم بيحلف بنفسه يا جماعه وبيشرب اللبن. صل على النبي كده. بص. الله اكبر. يلا. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك يا حاج رمضان. بسم الله ما شاء الله. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي زي ما قال الحاج رمضان يا جماعه. صل على النبي بقلبه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للي اشترى ان شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ما تاخد الرجل ده فوق البيع. اللهم صل على النبي. طب ادينا الرقم يا حاج محمد عشان نمشي. 0100 2 8 6 9 2 4 0. المعلم محمد رمضان حمدي كوم زمران مركز الدلنجات محافظه البحيره. الله يبارك له ويصلح حاله. الله اكبر. الله يبارك لك يا حاج رمضان. السوق عامل ايه ببان يا معلم الناس؟ السوق احسن سوق والبيع رخصت وحاله حلوه خالص. الله يبارك لك يا حاج رمضان ويصلح حالك. الله يبارك لك يا حاج. واجعل صباحك ابيض. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. الهداوه اهي. الله اكبر. اللهم صل عليك من ورا يلا. اللهم صل عليك من ورا يلا. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الهداوه. الله اكبر. الله يبارك لك يا حاج رمضان. بسم الله ما شاء الله. فر يمل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله الله اكبر. الله اكبر على اللبن الحليب الطازه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله.
بالهنا والشفاء حج رمضان. اللهم صل عليك يا نبي. الله يبارك لك. يعني هنفطروا منها دلوقتي. الله يبارك لك. نرجع نفطروا منها دلوقتي. الله يبارك لك ان شاء الله يا عم رمضان. الله يبارك لك ويصلح حالك. الدليل الرفيع ده يحلي. يحلي بالدليل الرفيع دي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه الجاموس الوالد حج رمضان حمد الله يبارك له ويصلح حاله. جلشان تيل بارود عم السيد المساوي صباح الخير عم السيد. صباح العسل. طول عمرك مساوي وطول عمرك راجل محترم عم السيد. امير والله. الله صنعيته الجاموس ده عم السيد. عش. عشر يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عشر شهرين الله اكبر. بقى قد لبن عم السيد. فيها 3 و4. 3 و4 لبن يا جماعه عشر شهرين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج وملي عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال الطيب يا جماعه نعمه وشكل ونظام الله يبارك لك عم السيد. انت مساوي حاجتك مسويه عم السيد حطم الاسعار الله يبارك له. عامله كام والله عم السيد؟ نعم عامله كام؟ 28000 28 وكسور يا جماعه بسم الله ما شاء الله. وعشر شهرين الله اكبر 30000 الله يبارك لك عم السيد. معك حاجه غيرها تاني؟ معايا واحده تاني. فين هي؟ لما صلى على النبي يجيبوها بالمره. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. صنعتي يا عم السيد برضه اللي هناك دي لبن بس. لبن بس عامله كام يا عم السيد؟ هنبص عليها ونجيلك. الله اكبر. لبن بس يا جماعه مع الحاج السيد المساوي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الجاموس يا جماعه بسوق بيبان النهارده. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عم احمد ديت عم احمد. عم احمد صباح الخير. طبعا الفول لعم احمد فقد دي لبن عم احمد دي. اللهم صل على النبي. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. عجول الله يبارك لك عم السيد. الله يبارك لك عم السيد. فقد دي لبن عم السيد زيها برضه قد ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله 3 و3.5. 3 و3.5 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر الله يبارك لك عم السيد. عامله كام والله؟ ماشي 26600 يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الجاموس الطيب النهاردة مع الحاج سيد المساوي جلشان تيه البارود الناس المحترمين اللي مشرفين في سوق بيبان النهاردة. طب ادينا الرقم عم السيد. 010 66 800 793 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجب عم السيد. وانتوا اهل الكرم واهل الواجب. صباحك ابد ان شاء الله عم السيد. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع. اللهم امين. الله يبارك لك ويصلح حالك بسم الله ما شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تاني بنشكره الأرض اللي احنا عليه إدارة سوق ببان الإدارة المحترمة الجميلة. الله يبارك لهم ويصلح حالهم الناس المحترمين. ونسيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله.